فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك من يصلي ومعه روائح كريهة مثل الدخان وملابسه وسخة، ما نصيحتكم لهم؟ أن يتنظفوا وأن يطيبوا روائحهم، خصوصا إذا جالسوا الناس أو ذهبوا إلى المسجد، وهذا آكد، أن يطيبوا روائحهم، يستعملوا الطيب وينظفوا ثيابهم، أن يحتسبوا هذا، لأنه مهم جدا. لا يذهب إلى المساجد أو إلى تجمعات ومجالس الناس وفيه روائح كريهة تؤذيهم وتشق عليهم، وعليه أن يتوب إلى الله من شرب الدخان، لأنه مضر، ولأنه كريه المذاق، كريه الرائحة، وله مخاطر كثيرة قد قررها الأطباء وشرحوها. نعم.